مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الجزائرية فوت فيرسيون افريكا، عدد نخصصه دائما وكما جارت العارضة للمنتخب الوطني ولكأس افريقيا للامم. اذا غدا راح تكون اخر مباريات المجموعة او المجموعات طبعا، ولكن قبل ما نتكلم على مباراة اليوم التي كانت مش خالية ولكن ربما فقيرة من ناحية الأهداف، سوف نتكلم عن المنتخب الوطني وعن أحوال المنتخب الوطني وكتيبة جمال بالماضي. ولكن قبل هذا مشاهدينا الكرام، دعونا نتشرفوا باستضافة المدرب القدير عز دينا جودي. مرحبا بك شيخ. مرحبا محمد، مرحبا إخواني اللي معنا، تحية للجمهور اللي تفرج فينا. تحية لك كذلك، وشكرك على قبولك دعوتنا اليوم في بلاطو الجزائرية فوت أفريكا. جست قدامك جستومون مصطفى وائل الإعلامي بقناة الجزائرية وان، مرحبا بك. الله يسلمك، مساء الخير ومساء الخير كل المشاهدين الكرام. لك وشباب يا كيما ديالك. مرحبا بك مصطفى عمر عمور، محلل حصة الجزائرية فوت أفريكا، مرحبا بك. الله يسلمك يا زيد، رحبوا بجماعة ورحبوا بسي عز الدين ولا الشيخ عز الدين باسكو دربنا وبالمشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. جوستومون سيدي احمد خديس مرحبا بك. الله يسلمك، مرحبا بالمشاهدين الكرام، نرحب بالشيخ تاعي اللي لعبت بريمير فوا تشامبيونز ليغ معاه، بريمير ماتش تاعي تاع تشامبيونز ليغ على يدي تيتولا. لعبنا في ليبيا بريمير ماتش مع الاتحاد الليبي، فكرتني والله. وي وعمر ليش كيف كيف؟ بالي كان هو فرقاني بعد وريح واحد عمور الزين. واليوم ما كانش ريبريك عمور الزين، كون فرازة سبحان الله العظيم. كان عندنا ريبريك واسم المنتخب مع عمور الزين، والله العظيم ما كانش. اوفا اليوم كانت اخر مباريات الجوله الثانيه من دوري المجموعات، جوله او يوم فقير من ناحيه الاهداف عمر. فقير وممل، كاين يبقى ممل. ممل. شغل شيلي شيلي كولومبي البارح. لونجاجمون هي شوف هي شوف على كل حال اسمع، الحصه هذه معروفه ب ب ب القصره وكذا، والمشاهدين عجبهم الشيء هذا، وكان دور يميسوا على كوبا امريكا وصاي. الله غير جاب لهم بين خرجوا في اخيمكم مليحه. مليحه طيب، نبدا بكوبا امريكا. منتخب كولومبيا اللي حقق اللي انهزم البارح وبضربه ترجيح. دير ريبريك. ايه من افريقيا لامريكا. لا مليح، ومن بعد نديرو ترانزيسيون ترانزيسيون تكلو على ربي. سي بون سي لا لا ماشي انا شنو لازم تسهر مصطفى؟ لازم تسهر وتشوف لي انا نشوف لك لي ماتش الا تشوف لي كارتون لي ستاتيك. البارح فينزويلا كيف لي سوبورتير لي بريزيليان كيف كانوا سيبورتيو فيهم؟ اه مع لارجونتين. كيف كانوا لارجونتين؟ كاين لي باش ما يطيحوش مع لارجونتين. هي كانوا ولوا شويه الارض خير. وكنقولوا شويه الله خير على كل حال. شوفوا تدريبات المنتخب الوطني اللي كانت اليوم على 6 العشيه بالقاهره دائما مع بعد قناه الجزائريه وان جلال يعيش مسكين الله يعاون على كل حال. شرا تليفون مازال ما شراش تليفون مسكين. كانت حصه تدريبيه اكثر منها استرجاعيه للاعبي المنتخب الوطني، ما شاركوش كاع لاعبي المنتخب الوطني سيدي احمد. هذه تاع اليوم؟ تاع اليوم نعم. الوغ انا عجبني هذه اللعبه باسكو لي جوار باك اللي طيحها يشبع كما نقولوا احنا بالعاميه النقايرات. هم دائما يلعبوها في ليشوفمون يا درا شكون ناوي تضرب الكثر. الخطره الاولى خرج بالماضي شحال زعفت يخرج به وشافوا الخطره الثانيه خرجوهم كاع. غدوا من ذاك خرجوهم كاع. خرجوه. شتي بون كان عدد كبير من اللاعبين اللي في الربع ساعه اللي كانت مخصصه كانت مخصصه للاعلاميين. ابراهيم ما تدربش، يوسف بالليلي كذلك على ما اظن. دونك جو بونس كو علاش عمر ممكن تفهمنا انت كذلك عز الدين علاش هذا الغياب؟ اسكو سي شفنا البارح ابراهيم اللي كان يدرب في القاعه ما راحش يسيني. وي ما راحش يسيني فينالمون يلي بليسي. وي دار مشكيلاسيون. مشكيلاسيون اكزاكتومون. لا بصح يا زيد اسمح لي انا ما قلتش راح يسيني. علاش قلنا كابابل احتمال. تفضل. شفناها على كل حال درب في قاعه تقويه العضلات شويه دون رفورسومون شويه اللي غينا شويه امور اللي زابدو شويه، لكن نظن بلي سي سير كون قبل التدريبات كان كلام ما بين ابراهيمي وبالماضي تكلموا خاصه على الدور تاعو، لذلك نظن بلي كان ثاني كلام على لونتينمون. نقدر انا نجي للعزتين نكون بالك مقلق ولا منرفي ولا حتى باش ما نبرتربيش الجروب، نجي لعايز دي لونطينيور تاعي نقول له ماذا بيا نونطيني في صاله مع الاخر ما نبانش للصحافه ولا نظن بلي ممكن اقرب حاجه للشيء اللي واش صرا لابراهيمي. بالنسبه للجروب نظن بلي شفنا امبيونس كالعاده مع لو جو هذاك اللي دائما
وهذا وشي يخلينا نفرحوا اكثر. انا الجروب دائما فرحان ان شاء الله. برك لي ريزلتا يكملوا يزيد. احكي لنا فاغولي يدرب يلعب 90 دقيقه يلعب يزيد يدرب وين صحابو ريكوبيري ويدرب مع حبس فاغولي. الله يبارك ما شاء الله. سوماج مام لي طرو فولونتير كيما نقولوا حنا. فهمت مي جوست 29 اه دوك جوست باش نكمل واش قال عمرو. 29 اسمع انا كيف 29 مازال ما دارش حتى تشوف لا ليست تاعي نهار باش نجيبو معايا. قلت لك لونترينمون انديفيديو سي تو تافي نورمال شيخ ديفا تجنن علم ليلا احنا نهضوا على 2011 باش يفهموا المشاهدين 2011 لا لا بالي تاع تصفيات الاولمبيا كان جريت دوره رائعه في المغرب. وي راح نتكلموا عليها يمكن نقعدوا جوستيمون في لونترينمون تاع المنتخب الوطني. نو قلت لك لانديفيديواليزاسيون تاع لونترينمون في لي تورنوا سيرتو في لي تورنوا كيما هادو كيكونوا لي ماتش قراب كيكونوا الضغط كبير و بلوس كان دي جوار لي بتيت بليسور ولا دي اون فاتيك صافي توبليجي اون طون كونترينور. زيد على ذلك كان سكون ابل او قال عمور دي زامبولسيون يعني واحد يكون شويه مقلق نيرفي لونترينور يكون قريب ليه يفهمو ويخرجوا من الجروب. فهمت سي سا لا جيستيون. حاجه مليحه تاع بالماضي بالك نزيدها هذه حاجه مليحه تاع جمال بالماضي انه قبل ما يكون مدرب تاع الفريق الوطني يعرف اغلب اللاعبين كانوا يلعبوا في فرنسا دي ماتش دو غالا محرز قديورا من ابراهيمي يلعبوا مع بعضهم يعرفوا عقليه تاعو يعرفوا ما يدي كلك جوار باش يسينيو في الكلوب صح ما يعرف عقليه تاعهم يعرفوا العقليه تاعو تسمى عندهم ديجا تواصل يعطيك الصحه. هذا شتم احنا قبل ما نروح نتكلموا على الجانب الاعلامي مصطفى نروح نشوفوا لو فيتيغ تاعنا طبعا بعد لو جينجل المنتخب في 90 ثانيه يتكلم على المنتخب الوطني وقتاش راح يلعبوا الدور المقبل ان شاء الله وشنو هما المنتخبات اللي ربما حنتفاداوها حيعطينا بلوس دو ديتاي طبعا مصطفى وعلي. ده جينجل المنتخب في 90 ثانيه. فوالا دونك المنتخب في 90 ثانيه بصوت الزميل مهدي ايد قاسي. بعد ضمان حج بطاقة المرور إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا بانتصارين مستحقين تنتظر الخضر مقابلة شكلية ضد تنزانيا برسم آخر مباريات المجموعة الثالثة في مباراة سيكون فيها الضغط وحتمية الفوز. أبرز الغيابات ما سيسمح للناخب الوطني جمال بالماضي بإراحة بعض العناصر الأساسية تفاديا للإرهاق الإيقاف والإصابات لتكون الفرصة مواتية لرؤية ما يمكن أن تقدمه دكة بدلاء نجم أولمبيك مارسيليا السابق حيث يحاول كل لاعب تقديم ما يمكن أن يشفع له لكسب ثقة مدربه ونيل فرصة التواجد فوق أرضية الميدان في المواعيد القادمة التي ستكون أكثر احتداما والخطأ فيها يعني الخروج من المسابقة. التأهل المبكر الذي حققه الخضر سيضمن دون شك اللعب بأريحية لالتقاط الأنفاس واسترجاع الطاقات قبل الاصطدام بالمنتخبات القوية في الأدوار المتقدمة. الأداء المقنع، النتائج الإيجابية، الاستقرار الذي تعيشه المجموعة كلها أمور تبعث على التفاؤل في انتظار تقدم الأدوار في المنافسة وارتفاع النسق ورفع سقف الطموحات عاليا للتحليق في سماء القارة السمراء. إذا شكرا للزميل مهدي قاسي على هذا الموضوع. مصطفى سوف نلعب مباراة المقبلة إن شاء الله، مش المقبلة، اليوم الاثنين إن شاء الله شي بروم، ولكن دور الثمن النهائي بداية منا يوم 7 جويلية. هذا اسكو حاجه مليحه تو دابور اسكو حاجه مليحه ولا لا؟ التقنيين راح يقولوا لنا التقنيين تاعنا، مي ابخي اون فايفيتي نقولوا البلد المنظم ديجا مصر في المجموعه الاولى وربما منتخبات كبيره اخرى. تفضل.
في المنتخب تاعنا راح يجوز في المرتبه الاولى يعني عند مهما كانت نتيجه مهما كانت نتيجه المباراه الثالثه تاع الفوج راح عنده ثلث يعني احتمالات ثلث احتمالات ومع ثلث افواج ثلث افواج الجروب ا الجروب بي والجروب اف احنا الجروب سي احنا مجموعه ثالثه احنا المجموعات الثالثه اذا كان الميور تروازيام اذا كان احسن ثالث يكون من المجموعه الاولى مجموعه الف راح يكون بين زيمبابوي والريبوبليك ديموكراتيك دو كونغو بيان دونك سوا زيمبابوي سوا كونغو في المجموعه الاولى في المجموعه الثانيه بين غينيا والبوروندي هذه في المجموعه الثانيه غينيا والبوروندي حتى لا مدغاسكار عنده 4 نقاط راح تلعب بين غينيا والبوروندي والا كان الجروب اف سأصرا أنتر الغانا اللي داروا اليوم ماتشين اللي عنده نقطتين والبنين وغينيا بيساو نظن في المباراة الثالثة إذا كان غينيا عفوا الغانا إذا كان فاز على في المباراة الأخرانية تاعو راح يلعبوا سأصرا أولو بينا ولاغيني بيساو هادو هما الست فرق اللي ممكن جدا نواجهوا غانا كذلك ممكن جدا في احتمال اذا كان خسر ولا تعادل فيه احتمال كبير خسر ما نضج نقطتين مشكلة اذا تعادل في اخر مباراه في نقاط نقدروا 1% ولا جو سي با 1/1 مليار يا كوميم نقدروا نطيحوا مع الغانا مي سي فري كو يا بوكو شونس اون ا بوكو شونس باش تحوسوا بينا سوا لاغيني بيساو كو مع الغانا تري بيان شيخ المباراه راح تلعب اسمح لي مردي 7 جويلي على الساعه 9 بتوقيت تري بيان دونك ديجا 21 اور بالقاهره لانك دوزت انت الاول ما تلعبش من بلوس ان تخوازيام وما تلعبش من نهار اول جويليا ما تجيش تلعب حتى ل 7 جويلي هاد الثلاثه الاولين شي فرغ منه ايجابيه للمنتخب الوطني المده هاد المدة تاع 7 أيام أو 6 أيام كاملة، هاي تخدم المنتخب الوطني أو لا؟ أنا نظن الظروف الحالية تقنية يعني نفسيا ديجا، شو البلان سيكولوجيك، كاين سيرتان ديناميك دو جروب، كاين واحد الديناميكية في داخل المجموعة تخلي أن الفريق راهو منتعش، زيد على ذلك يفا جيغي سي لا دي بليسيور، سي لا دي جوار اللي تاكل عليهم باش يروبرونيو في دوزيام تور نظن بليك دو سو كوتي لا انا نظن بليك تخدمنا اكثر يعني ماهوش عائق سي با ريالمون ان بروبليم كي فا سو بوزي لونترينور ناسيونال مقارنه بواش كان واش قرينا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي انا ما شفتهاش على مستوى التلفاز طبعا وين مدرب المنتخب المغربي يقول هذه الانطلاقه القويه للمنتخب الجزائري تقدر تكون ربما تنعكس على المنتخب الجزائري اسكو تشوف نفس الشيء ولا لا انا جو نو سوي با سور انا ما شفتش ما شفناهاش صريحه رسميه ماشي ريالمون انا نظن يقدر باسكو هو يعني انسان كومونيك يعني يتكلم ويتويتي بزاف فهمت صح يقدر يعني يقدر يعني كما يقول لك يقولها مي اذا كان قالها في هذا الامر نقول سيت اون كاسيون بوتيتر ان سونتيمون دو بور بوكو بلوس باسكو باش تشوف القوه ماهيش قوة أنا لي أنا جي في كو أون جوي دو ماتش أون بو فير ميو صح سافي إذا كان غدوة يستنانا هو باش نهبطو أنا نقول بليك أنا ليا اليوم ليكيب ناسيونال عطا أون سيتان ماتوريتي في لاج دي جوار كي نشوف يعني العمر تاع اللاعبين تاعنا شوف برك الحراس كي نبداو بالحراس تلقاهم أقلهم 30 سنة فهمت 33 صح صافي إذا كان يعني اليوم مستوى يلحق عليه الفريق الوطني أنا نقدر نقول بلي إل بو أتاندر نيفو ميور على هذا اللي رانا فيه المنتخب الوطني في منحنى تصاعدي توافق الشيخ بيان سور سي شفناها أبري لو بريمي ماتش كانت لا كونفيرماسيون في الدوزيام ماتش مع السينيغال وين الكل كان ينتظر انه تكون ابري لو بريمي ماتش وين البعض كان يقول بلي المنتخب الكيني ضعيف سارت المنتخب الكيني ضعيف وما راهوش من قيمه المنتخب الجزائري ولكن لو بريمي ماتش درناه ماتش ابليكي ماتش سيريو اون ريسبكت لادفيرسير لي كونسين تاع جمال بالماضي اون ايتي ابليكي تاكتيكمون شفنا لا بريمير ميطون كيفاش اديناها في المستوى ومن بعد سي نورمال اون دوزيام ميطون وين ايزون جيري ان بو ليزيفا كنا قلناها دونك منحنى تصاعدي باش نولي لك برك لهذوك فتره 7 ايام
جو بونس كو سي ليديال للمنتخب الوطني حاليا. نقول لك علاش، باسكو ديجا ان ميكرو سيكل دو بريباراسيون تاع ان ماتش يدير 5 6 جور، دونك عنده الوقت جمال بالماضي باش يغاقل كامل الامور التقنيه اللي يسحقها، باسكو حيستناونا مباريات مهمه واقصاء مباشر. بوتيتغ اصابات كذلك ممكن تسترجع لاعبين. بيان سور سي نورمال. مي من ناحيه الاسترجاع. ومن بعد كاين باغ اكزومبل في هذه الفتره سي لا سول اللي راح تكون عندنا باش يكون عندنا وقت طويل باش نحضروا مباراه، باسكو من بعد الا لعبنا 8 فينال سافا دي غوبو دو 2-3 جور ماكسيموم 4 ايام، سادير كو لو بلو غرو دو الخدمه تاع تقنيا وبدنيا واسترجاع اللاعبين راح يندار في هاد 7 ايام، دونك هذه حنستفادوا منها احنا في المستقبل. وهذه اول مره، وهذه اول مره تصرى في لي زيديسيون اللي فاتوا تاع لا كوب دافريك، باسكو ديجا 24 كلوب. وحاجه ثانيه اننا ممكن كاين دي جوار ما لازمش يريحوا 6 ايام هذيك، باسكو راح نلعبوا لعبنا كونتر السينيغال، من السينيغال ما تحكيش تنزانيا، من السينيغال حتى الماتش تاع حتى الويتيام، داك نظن بلي تقريبا 10 ايام 10 ايام تقدر تجيري فيها فيزيكمون تكتيكمون تكنيكمون من الاصابات خاصه من الناحيه البدنيه. يعني دائما المدربين نيفو عالي العالي يقول لك كما قال سيد احمد 3 4 جو يلعب ماتش cette fois-ci il a qu'un 10 jours il peut gérer. مادابين نسمعوا كاينه حاجه باش نسمعوا المدرب المنتخب الوطني. تفضل تفضل يزيد فضلك. جاب لي ربي هاد سيفري يعني دو بريما بور كي تسمع هكذا حين يقعدوا 10 ايام باسكو صح 10 ايام باسكو ماشي كل اللاعبين اللي يلعبوا ضد السنغال راح يلعبوا ضد تنزانيا، هذوك حين يقعدوا 10 ايام انا نظن جو في كونفيونس او سيليكسيونور مصطفى كي يقولوا حيقعدوا 10 ايام عباك كاين بزاف الناس يقول لك حيقعد عباك حيونتريني ويديروا دي ماتش اونتر انترن سينو حيدير دي كونفرونتاسيون دي ماتش دابليكاسيون كي ستادير كي يقعدوا 10 ايام راك تزعل فيه بلاني يا اخي راك تزعل فيه. لا ماهوش يحكي على مصطفى، هو قال لك الناس باش ما تحكيش. لا الناس ماشي على مصطفى، على الناس سي تري زيكزاكتومون واش كنت راح نقول. اسمح لي راك مسامح خويا سا بروف كو خلاص معليش راني سالك بريز دو بارول شفا نعطيها فلوري فريك تاعي نعطيها راني شاهد راني شاهد. حبيت نقول برك بلي راحت لي الفكره استغفر الله على كل حال. بون ما علينا نروحوا نشوفوا تصريحات ناخب الوطني راحت عمر الله تصريحات ناخب الوطني جبل بالماضي فيما يخص الندوه الصحفيه اللي كانت صباح اليوم رفقه قائد المنتخب الوطني رياض محرز. نشوف جمال بالماضي ثم نعود. Coach, quand une équipe gagne ses deux premiers matchs, se qualifie après deux matchs et est assurée de terminer à la première place, vous convenez avec moi que c'est difficile maintenant de se cacher? Ben écoute, je ne me suis jamais caché puisque dès mon intronisation à mon poste de sélectionneur, donc c'était il y a 10 mois de cela, j'ai dit qu'on était venu, qu'il fallait d'abord se qualifier. On était encore au tout début des qualifications de la CAN. J'ai dit qu'on irait d'abord, première étape était important de se qualifier, ce qui n'était pas évident. Nous avons déjà raté des éditions. Et dans un second temps, de venir participer, pas seulement participer, qu'on venait avec les ambitions de gagner. Donc ça a été beaucoup repris. On a beaucoup aussi interprété ce que je disais à la guise de ceux qui en parlaient. Les choses étaient claires, on est des compétiteurs. Mais j'ai dit que c'était valable pour nous, comme c'est valable pour beaucoup d'équipes ici. Voilà, donc شكرا مرة أخرى لمبعوث قناة الجزائر يا ونجل العيش مصطفى. صريح جمل بالماضي صباح اليوم. لا 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 يلا سيريوز. enfin, نظن جاوب ويقول عمرنا ما تخبينا، يعني الصحفي يقول له درك ربحتوا المباراة اكسترا راكم كاليفي وعلى حسب الأداء اللي درتوه ضد السنغال دوكا ما يلزمش تتخباو، يعني الفريق الجزائري راه من المترشحين. قالوا أنا عمري ما تخبيت إي جو بونس كو سي فري من الأول كان يقول نروحوا باش نديوها ومن بعد بون فا ولا يقول نو سون با فافوري مي كون ميم اون فا تو دوني. كي تسمع التصريحات الثانيه تاع اللاعبين تاعو باسكو اللاعبين يقولوا واش يقول المدرب سي كلير يسمعوا المدرب تاعهم واش يقول هو اللي مد لي زوريونتاسيون ومن بعد هما يقولوا بزاف لاعبين قالوا باللي رايحين اون فا تو دوني اون فا فير بليزير او بوبل اون فا تو دوني. واش رايك في طريقه اون فا سور لو بلون دو كوميونيكاسيون واش رايك في جمال بلماني؟ Je le trouve d'un très bon niveau. Franchement, il communique très bien. Nous avons parlé avec l'Ustad, nous avons parlé avec l'Ustad, nous avons نسمع بحثنا على عندما نقرا في الجمهور الماضي بكل صراحه راه شفت تصريحات الناخب الوطني السابق جو دي بيان الناخب الوطني السابق سيد رابح موجه.
الا مع المنتخب الوطني الجزائري في الفتره الاخيره كنت مدربا لهذا الفريق وهذا اللاعبين وعملت نتائج طيبه والحمد لله. وثانيا بالماضي التلميذي لانه كان في المنتخب كلاعب ولهذا اتمنى ان شاء الله بالماضي واتمنى ايضا للمنتخب الوطني الجزائري الفوز والذهاب بعيد في هذه البطوله. إذن سيد رابح مجر عبر قناة أم بي سي مصر يؤكد أنه جمال بالماضي هو تلميذ تاعو كان حقق نتائج إيجابية في المنتخب الوطني. يقول طبعا ويقول أنه جمال بالماضي هو تلميذ تاعي عندي باو فيرج وسي كو تول موند حاب ممكن كان يقصد كان لاعب عندي هذه فهمناها آه. ماشي مشكل يا با بروبليم حبيت نقول لك كان لاعب عندك شيء وكان تلميذ تاعك شيء تلميذ حاجة ولاعب يلا بسم الله تفضل تلميذ حاجه ولاعب حاجه. لاعب هو كان يقصد انه كان لاعب عنده ودربه انا ثاني ممكن عمور وسيد حمد تلاميذ لاعبين نعطيك انا بوينت في تاعي صح اونكور اون فوا انا جو بيرسيستي جو سين وقلتها من ملي تراس سيد رابح ماجر العارضه الفنيه تاع المنتخب الوطني دانييرمون قبل سيد جبل بالماضي البروبليم تاع سي رابح ماجر سي دوك كنا نهضروا عليها لا كومونيكاسيون تادير كو مين داك ما يعرفش يلحق الميساج ماشي مين داك دائما فوالا دائما دونك سا توجور ايتي لا كومونيكاسيون بالك هو يكون يحب يقول حاجه مي تالمون ما يعرفش يلحق هذاك الميساج اللي يحب يقوله يقول حاجه واحده اخرى والناس ينتربريتيوها اوترومون سي سكي لو في سي سكي لو في ديفو في المنتخب الوطني سي تادير كو اون تيرم دو كومونيكاسيون الى توجور ايتي ا كوتي دو لا بلاك جو با داكور افيك فو Enfin, parce qu'un certain moment, je me disais que je ne fais pas de limite et de la limite. Je suis vraiment désolé. Non, si, ça, là, on a une rissale. Je vais te contredire. Parce que, les dérapages médiatiques par le passé, ils me donnent raison. Assez, à chaque fois, ils jouent sur la télé. Tout le monde joue sur la télé. On a des choses qui nous font le buzz sur les réseaux sociaux. Eh, ils disent ça. C'est-à-dire que ce n'est pas son niveau qui est remis en question, mais c'est sa façon de communiquer. وسيله التواصل اكزاكتومون مع الصحفيين ولا مع الناس اللي ما خلاتوش وكاينه حاجه ثاني لازم نفرقوا بين بالك هو حب يقول بلي كان لاعب عندي وماشي جميع اللاعب اللي جاز عند مدرب باسكو كاين لاعبين جازوا عند مدربين ما تعلموا والو ما تعلم والو ما ترفد عليه والو وكاين بارفوا دي زونترينور اللي لو فات برك يكون لونترينور تاعك سي ديجا بوكو وتتعلم بزاف وتستفاد بزاف مي اليبوك جو بونس با كو هو كان حاب يقول تلمي تاعي باسكو اليبوك جمال بالماضي ما كانش ميم با ناوي باش يكون مدرب كان مازالو لاعب اون سافي با واش كان حيدير Donc c'est un problème de communication, c'est vrai. Yani connaissant le... Encore une fois, troisième fois l'émission, Nishabi. Connaissant Majer, من ضمنش حبي يقول انا رديتو مدرب انا على جاليلي ولا مدرب ولا كان مدرب اليوم مليح باسكو قرا عندي نو حبي يقول باللي جاز عندي مقبلا نسمع مور وسيد احمد يهضروا مع عز الدين يقولوا له يا شيخ شيخ سافودير شيخ سافودير سافودير شيخ ديالك اذا كان هو شيخ ديالك انت تلميذ ديالو سي 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 سافودير لعبت عنده وي سافودير وسي لعبت عنده سوف كو حنايا كاين اون سارتان فيكساسيون على ماجر اوف جابها لروحه على كل حاله يكومونيك تري تري مال دونك كاين اون سارتان فيكساسيون على ماجر حاجه اللي يقولها حاجه اللي يقولها يقولها معوجه لا فوت تاعو اونكور اون فوا اي سا اوفر لا فوا توت لي بوليميك ما يعرفش يقول لهم فات عندي جوار واليوم فرحان انه نو مي اسمح لي وي لو كان نبداو لو كان مصطفى انا جو بوز اون كيسيون فوز اون تران دو جوستيفي سي ديكلاراسيون من جهه ولا راك دير تحليل من جهه اخرى رانا نتكلموا على نجم النجوم المنتخب الوطني انا جي بريسيزي جي دي ليكس سيليكسيونور دو ليكيب جو بار دو سيليكسيونور لما تقول هذا تيليميت تاعي ولعب عندي كاين رساله حبيت توصلها اليوم ديجا لو دي اسمح لي دقيقه نكمل لك لاكيسيون كاين رساله انا نقول ما كان حتى رساله باسكو سيد ما عرفوه لو كان لا بروميير فوا سامحني يا زيد تفضل بيان سور لو كان سي لا بروميير فوا اللي قال حاجه
أو ديلو كان بدأوا نحسبوا على بالك تكتب كتاب شوف مصطفى سيتي سيتي شان ايجيبسيان قناة مصرية وي ما على بالو بلي سيتي شان ساتيليتار وكاع الناس يشوفوها ويشوفوها في لاجيري ظروف تاع الصحفيين انا كنت تبع كامل الحصة تشوف انه ظروف كيف هيئوه باش يقول هذاك الكلام شغل ما جاب الى في كيك شوز يعني من خروجه ما تكلمش على الجزائر ما هضرش بتاتر سي ان سنتيمون دو بلوس كما يقولوا يعني زياده عن تفضل خبي انا كل حال نظن انه سيد رابح ماجد مره اخرى يخطئ في التواصل مع محبي المنتخب الوطني عبر الاعلام طبعا انا اليوم نقول فقط انه البدايه تاع الكلام تاعو كانت بتحقيق نتائج ايجابيه مع المنتخب الوطني اسكو نظنوش انه المنتخب الوطني سابق عمر مازال ما استقناش انه ان با ريوسي افيك ليكيب ناسيونال يعني بكل صراحه لوسك لانيماتور يقول لك حققت نتائج ايجابيه شوي ديزولي مسيو ماجا حققت نتائج ايجابيه مع المنتخب الوطني لا لا استنى هناك هنا نيونس هنا اللي فالي تقرا اوندر ليلين كي قالوا حققت نتائج ايجابيه انا ذاك استادير كو اليوم وكان سي رابح ماجر يقول بار اكزومبل هذا تلمي تاعي معناتها حب يلحق رساله انه اليوم سيد جمال بلماضي رفد عليا تعلم عليا الوغ كو لي ريزولتا ولا لي ستاتستيك سون لا بور دير كو في وقت رابح ماجر كنا ندخلوا في حيط كنا خسروا مع ايران ومع السعوديه ولينا ايكيب نتائج شيء والطريقه تاعنا والطريقه تاعنا نتكلم على رياض محرز تفضل عمر انا متفقين كاع باللي طريقه التواصل تاع رابح ماجر سيئه جدا و وشفناها عدة مرات لكن أنا منظن بلي وش كان يهدر كان يهدر على أساس أنه بالماضي لعب عنده ما كانش بالك يقصد حاجة واحدة أخرى لأننا نعرفه رابح ماجر نعرفه كيف يخمم لي ميديا كيفاش كان يتواصل معنا وكل شيء كيف كان يتواصل مع الصحفيين لذلك أنا ما أولتش الحكاية بزاف ما رحتش بعيد في الحكاية إلا أنه حب يقول بلي هذا لعب عندي هكذاك انا فهمت هذا واش فهمت انا هذا واش فهمت نبقى في هذا اللعب عندي على كل هذا على التصريحات رياض محرز اللي تكلم على تكلم على ربما مدربين اللي سبقوا سيد بالماضي وقال انه من وقت غوركوف ما شفناش ما عملناش تقنيين كيما نخدموا الان شوف تصريحات قائد الفريق ثم نعود ديجا اون ترافاي بوكو بلوس تاكتيكمون اوبارافون افيك لي زوت كوتش Depuis Gourcuff, on a eu 3-4 coachs. Déjà, on ne travaillait pas du tout tactiquement. Voilà, avec le coach, il insiste sur beaucoup de choses. On travaille plus, comme j'ai dit, tactiquement. Voilà, après, sur le terrain, voilà, il a les mots pour nous motiver. Voilà, donc Amar, في هاد التصريحات aussi Azdin, تقنين aussi سيد أحمد. قال نقطتين ايجابيتين او نقطتين راح نتكلموا عليهم النقطه الاولى انه ياكد انه واش رانا نشوفوا في ارضيه الميدان هي تعليمات المدرب لما نقولوا علاش ما تلقش لما نقولوا علاش لعبوها سير كوتي ما لعبوش في منا هنا هذه تعليمات مدرب من ناحيه الاسترجاع كذلك النقطه الثانيه يقول لك المنتخب ما عملش تقنيا منذ مغادره المدرب السابق الفرنسي غوركوف دونك جو بونس كو اليوم اونتر ليلين يلا تيري سور ماجاري يلا تيري سور رايفاتش يلا تيري سور لي كانس لي زونترينور ريالمون يلا تيري باسكو قال لك ثلاث او اربع مدربين قال لك توا و كاتر اونترينور اللي فاتوا براتيكمون كامل وسانسيرمون كامل سي تري توشون يعني باسكو حنا كمدربين كنا نتلاقاو دون دي ريونيون بيناتنا ولا نتلاقاو كنا نسمعوا ونجيبوا لي جوار اللي يروحوا لي كماسيونال يقول لك ما خدمنا والو ما درنا والو يعني اليوم محرز كي يخرج بالخرجه كيما هذه سي ان بو يعني ديزولون بوليك ناسيونال والثقه تاع لي زونترينور كي تشوف انت الكراز تجيبو من اسبانيا وتقول تشكرو ودير وما يديرلكش عمل تزيد ابخي الكراز خلينا راتكيف رايفاتش ولي كانس رايفاتش ولي كانس لي كانس بوكو بلوس لو سينما اللي داروا في لاكوب دافريك فهمت خرجنا من البريمي تور لي كان دي ديباسي كان فاكونس مي ما كاسيون اليوم نعاود نقلبها نقول لك اسكو لا في لي ديكلاراسيون هذوما الا مي اون فالور الخدمه تاع جمال بلماضي ولا حب كيما قال لك الشيخ بلعميه تيري على المدربين السابقين ماشي المره الاولى اللي لاعب من الفرق الوطني يهضر الهضره هذه سمعنا من قبل فاغولي يهضر على اسمه الكاراز هضر على رايفاتش
قال لي ماناش نخدموا ماناش نخدموا تاكتيك ومنذ ذلك الحين اصبح في بعض البلاطوات يعتذروا لي خائن تاع الجزائر واصبح اصبح اصبح بعض الناس يقولوا واش قدم الجزائر صوفيان فيغولي مالوريزون دونك هاو كيفاش يتعامل الاعلام في بعض القضايا. نظن باللي كلام صحيح مادام فيغولي هضرها من قبل ومحرز ياكد اليوم نظن باللي حتى اللاعبين وحنا رانا سمعنا وحكينا وكسرنا في الكواليس باللي حتى اللاعبين من قبل كانوا يشكوا من طريقة تدريب ماجر، كانوا يشكوا من طريقة تدريب رايفات، كانوا يشكوا من طريقة حتى محرز لما جاء رايفات واش قالوا عمر لما تلقى محرز؟ اش كنت هذا يلعب في ليستر ولا قالوا انت هو جوار اللي تلعب في ليستر استصغار ربما يعني استصغار اللاعبين نظن بلي ماهيش طريقة حتما باش او شيخ مدرب ودرب عديد من الفرق نظن بلي باش الطريقة باش تربح اللاعبين انك ديرهم سيرتو كوتي كما راه يدير بالماضي دركا ماشي تبعدهم عليك لو كنت بعدهم تحياتنا للسيتياسيون ستاتيك ستوندار سيتياسيون ستوندار قبل الماتش يعني سيتياسيون معني مدرب من المدربين سيتياسيون ستوندار ما يديرهاش قبل المقابلة نظن بلي اسونيفو سي تري غراف اسونيفو سي تري غراف حنا تلعب ماتش اميكال في مش عارف تروازيام ديفيزيون ولا انتر ليك ولا طاكتيك في مدى بالفم لا لا لونتاينر يدير اموا هكذا قال انت بلوكر انت تحكم هذا انت تحكم هذا انت بلوكي روحك سيرتو في الوقت اللي رانا فيه في الفوتبول اكتويال العصري سي بالك لي سيتياسيون كي ديبلوكي ان ماتش لي سيتياسيون ستوندار سي تري امبورطون اليوم في لوروب الناس تعطي لهم اهميه كبيره ويا ان ترافاي سبيسيفيك كي سوفي قال البلاسمون كيفاش نخرجوا هاي ويخدموا عليهم دي سيونس اي دي سيونس دونك حنا في الجزائر او نيفو منتخب وطني ما نديروهمش لافي دو ماتش ورايفات اللي جابوه ما يتكلم حتى لغه يتكلم غير لغته وجابوا زعما مترجم ما يفهمش كاع في الفوتبول ما يفهمش فوتبول ما يفهم هو شي يفهم شويه هذاك لا لونغ تاعهم وكي مد الميساج لي جوار يبداو لهم فو داير هادشي قالوها لي جوار لا احنا لاحظناه كصحفيين داير لانسيدون اللي صرا في الفيستير ابري لو ماتش في تشاكر اكزاكتومون احنا صح احنا فقنا في ندوه صحفيه معاه هكذا سقساوه في حاجه حاجه واحده اخرى هو ريبوندا سيرتينمون جوست ريبون جو سي با بصح هذاك اللي ترجم اللي عاود دار لا ترادكسيون دار حكايه وحكانا حكالكم على لاكر في لابوسني لا لا اليوم الير دو لا تكنولوجي كانوا ما تجيبوش كاع مترجم كاين جوجل خويا ديروا جوجل ديروا لا لونغ تاعو كيما يقول صاحبنا عمر عندك تدخل بصراحه حبيت نقول باللي اللغه جامي كانت عائق المهم ان الميساج يفوت تم شفنا فرق عالميه مدربين ما يتكلموش لغه البلاد هذيك شفنا برك مدرب تاع كوبر تاع كوبر تاع الارجنتين اللي درب مصر ما يتكلمش الانجليزيه لا سي 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 كمان سي يتكلم ما يتكلمش الانجليزيه ما يتكلمش الانجليزيه يتكلم كل شغل القضيه هذه كل شغل ولا يتكلم ولا ما يتكلمش الانجليزيه سي دقيقه واحده برك جيب اونترينور شينوا يهضر غير شينوا تعطي له تراديكتور مليح تعطي له البرتغال ولا تعطي له الارجنتين يكونوا عنده مشاكل بصح كي تجيب ان المون يونتريني اون انجلتر ولا ان انجلي يونتريني في الالمان ولا ان ايطاليا يونتريني في البرتغال ولا ان بورتوغي يونتريني في ايطالي كاين كلام يتشابه بصح كي تجيب لي واحد يتشابه ليسونسيال المترجم يوصل الميساج مليح هذا هو كيكون مترجم مهم. كيكون مترجم حنا كنقول يقول لكم المترجم لازم حنا رايفات هذا غيهضر لي بسبانيولي وانا ما نفهمش اسبانيولي كيف نفهمها ما فهمت لازم المترجم حنا رايفات ما جابولوش ميم با مترجم مليح يا لك ولي حنا خممنا مليح مع الاول ما نروحوا نجيبوا لا ترجمان كما يقول مصطفى لا ميا كنا نجيبوا بالماضي ديال ديبار وخلاص على كل حال ترجمان انا قلت ترجمان انا اسمح لي بارك الله فيك وفيك بارك الله ربما من الناس القلائل اللي خمموا مش ولا توافقني ولا لا اللي خمم في جمال بالماضي هو السيد ولد زميرلي لما كان في الاتحاديه سوا سوا باش اقترح جمال بالماضي قبل من ما يجيبوا الكاراز اكزاكتومون وكان حتى اتصل به وتكلم اسمع يا يو ان برومي كونتاكت ومن بعد 24 ساعه من بعد بشير الزملي عاود عيط الكونتاكت تاعو قال له توتي طومبي الو باسكو هم جابوا او جا رايفات الكاراز برضه احنا على كل حال اليوم 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 انا قلتها في قناه اذاعيه ونعاودها حتى ولو اقصينا نظن انه حاليا المدرب الانسب للمنتخب الوطني ما يبقى رايي هو جمال بالماضي لانه كنا نجتمع انه يعرف العقليات يعرف البلاد يعرف عقليه اللاعبين المحترفين يعرف عقليه اللاعبين المحليين دونك ستيون ولكن محمد اسمح لي خصنا نستافدوا بيان سور من الجيل هذا باسكو قبيله كنا نهضروا على لاج لا موين داج باتيكمون الي 28 ايكار سي فري وكاع معظم اللاعبين وقتها تحوش انت صح. اليوم لا فورم تاعهم متعطشين لا فورم لا ماتوريتي تاعهم تساعد
مع العقليه تاع بالماضي باسكو شكون يقول غدوه يخرجوا هادو تخرج لا ماجوريتي من هذا الجيل هذا يجيك جيل واحد اخر نوفال جينيراسيون سي فري نقولوا ثاني كلامنا على سي با لونترينور كلامنا على جيل جديد كلامنا على جيل جديد احنا ربما نتمنوا اليوم حضورك اليوم معنا يومي اون فالور الخدمه اللي كنت ديرها سابقا سيد عز الدين الجودي اربع لاعبين اللي راهم حاليا في المنتخب الوطني كانوا عندك في 2012 الحمد لله هكذا كي نقول اربع لاعبين نقول يوسف بلايلي نقول بغداد بونجاح نقول جمال بلعمري نقول مهدي عبيد اوسي اللي كانوا عندك في 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 2012 هكذا كانوا مام لي تروا زوت سور سور لا ليست داتونت باسكو كان كاليفي كان معنا غلام كان معنا فغولي و ابراهيمي ابراهيمي ومحرز كان سور لا ليست باسكو الحق براتيكمون فير الاسم تاعو ما كناش نعرفوه دونك اربع لاعبين نشوفوهم في صور طبعا احنا معنا هاد اللاعبين اللي بدات القصه تاعهم ربما مع المنتخب الوطني مع اوفام ما بداتش قصه تاعهم مع المنتخب الوطني مي دونك كانت قادر تكون احسن اكزاكتومون بعد النقطه تحسب ليك شيخ تحسب ليا وتحسب المدربين اللي كانوا يعني تاع الفرق ديالهم مي ولكن انا نقول بالليلي سيتي سي فري بدا صغير في القسم الاول في برج بلاريج ولا في مولودية وهران ولكن نظن باللي الحمد لله يعني عطينا له واحد الشحنه في هذيك الوقت وكان قادر امام الزميل ديالو عواج كان قادر سيد احمد وفي هذيك لا جينيراسيون يافي كوما قبيله كنا نشوفوا لي فوتو تشوف باللي اون بون موايان دو جوار كانوا قادرين يمشيو بعيد لي زيتي لي بالعنجية شافعي عبد اللاوي وي كاش كلام بلا لا عبد الله معزوزي كان معزوزي كان مؤمن على ما اظن مؤمن داود مؤمن يعني نظن باللي احنا بوتيتر كو احنا قلتها ماشي 7 ans après ولا 8 ans après نعاود نقولها سيتي اون جينيراسيون اللي كانت تمشي ابريم تدخل في لا ابريم كملنا السيكل اولمبيك تدخل في لا ابريم كانت لي شونس تاع الجزائر تكون اكثر انا اليوم كي نقارن روحي بالفريق المغربي اللي لعب معنا في 2012 وراح للجوز اولمبيك وما عندهم غير ثلاثه حنا اليوم عندنا اربعه وبيتات كانوا قادرين نشوفوا لاعبين اخرين شوفوا ضد الجوار الحمد لله يعني يفو ترافاي لا فورماسيون في الجيري خاصنا نخدموا نعاودوا نخدموا ونامنوا باللاعب المحلي مصطفى قال حاجه شابه صافي دو تخوا جور لما قال علاش كي كان بالعمري كان يقدم مستوى رائع جوستومون كان عندك هذاك في المنتخب كان يقدم مستوى رائع ما عطينالوش الفرصه تاعو هكذا مصطفى علاش حتى اليوم بار اكزومبل سي اوفا حنا عندنا ديك تاع عندنا شويه ديك تاع تغنانت باسكو بالعمري سي ان جوار ان بو كاركتيريال كاركتيريال دون سونس وين بالعمري كيما كان واحد التيرم في لاجوستيس كيما تعجبوش حاجه يقولها الوجه يقول لك لو جوجمون فاسيال ولا فاسياس ديليت فاسياس ديليت فاسياس نو با ديليت فاسياس نو انا جلي هو يخلع بوتيتر كيلكو جور نو سامحني ما يعرفوش اي جونتي وي سي جونتي جمال سي كالكان لي كي ني قلت لك سي كالكان لي دابور ينوض اوكار حاجه هو كي يشوف حاجه كحله يقول لك حله اذا كانت بيضاء يقول بيضاء سي با لو تيب لي اوبورتونيست لي باش ما يبانش باش كدا باش يعجبك يقول لك انت شباب نو يل دي سكيل بونس وماشي وحده يعني كان بزاف في السابق كانوا لاعبين هكذا اون لي ساكريفي اون لي ساكريفي كي نعاود نتفكر 2010 برك 2010 دي غارسون داروا توت لا كاليفيكاسيون نهار الحق عندنا مثال حي هنا نهار الحق بيان سور عمر عمور اوسي عمر عمور اوسي سي بانورو كاين بزاف احسن لاعب في الجزائر ما يعرفش كاس في كاين هكا جمال بالماضي ربما جمال بالعمري سي لو كا اللي يقول الحوايج اون فاس كي ما تعجبوش حاجه دونك ا مومون دوني في لا سيليكسيون قال هذا راك تعرف حنا العقليه هذا يهضر بزاف ماشي سامحني لي ريسبونسابل ا ليبوك في لا فيديراسيون اون في باسي لور هومور تاعهم هما او ديتريمون دو لا سيليكسيون هاي ليك فوالا سكي سي باسي بور جمال بلعب شوف انا جو بونس كو بالك هنا ما كانش اللي يعرفوا كيما انا لعبت معاه كان زميلي بالك الشيخ لعب عنده بصح الله لو ليان جوار مع جوار وجوار اونترينور ني با لو ميم انا نعرفو خير من اللي يعرفو الشيخ جمال ايلايتي انا ليا ايلايتي فيكتيم كيما يقولوا مشوبهات
كانوا بزاف الناس تكلم على جمال بالعمري بلي انسان ماشي سيريو دو دو فات كو واش قال مصطفى عنده ان فرون بارلي صافي كيما تكون حاجه ما تعجبوش يقولها بالك داروا له ايتيكات حنا في الجزائر نظن بزاف الناس اللي البرون كونسيديراسيون الهضره لي رومور ايتيتيرا دونك جمال كانوا كاتالوغاوه عطاو له كاتالوغاوه بجوار ماشي سيريو ايتيتيرا الى فالو وعلاش وقتاش الى فالو كو جمال يخرج من البطوله الجزائريه راح لعب في السعوديه باش باش الناس بدات تقول بلي جمال بالعمري انا نسيت نقطه حساسه حساسه جدا لا رولونسي سا كارير في السعوديه اكزاكتومون وكان قعد في الجزائر كان ما يدير والو اسكو اليوم البروبليم تاعنا ان عقده اونفير البطوله المحليه ولا لازم تخرج لازم عليك تخرج من البطوله المحليه جو سيت ان اكزومبل بالعمري خرج من البطوله الجزائريه رولونسي سا كارير اللي راهو قائد الدفاع بامتياز بكل صراحه بغداد بنجح لما كان فتح الحراش واحد ما كان يشوف فيه لما تبرز في تونس كذلك راح القطر اليوم راه في المنتخب الوطني يوسف بالليلي يوسي اللي في اتحاد العاصمه قبل العقوبه قدم موسم اكثر من رائع ولا شيء دونك هاد الثلاثي بون عابد ديال ديباغ يلعب في فرنسا دونك الثلاثي هذا حتى خرج من الجزائر باش اليوم راه متواجدين في المنتخب الوطني ما كاسيون اسكو البطوله المحليه فريمون لازم تخرج باش تبرز ولا الي مال فيو كما قال سيدي احمد سي فري كي اولا طلع المستوى ثانيا تخرج اكثر من 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 انهم يتبعوك كل يوم وتكون في بطوله اجنبيه تونس ولا السعوديه ما يقدرش يشوفوك كل يوم ما يهضرش عليك كل يوم كما قال سيدي احمد ولا كما قال مصطفى انا موافقهم ولكن كاين لاعبين واحد اخرين ما يقول لك هذا يهضر بزاف ما يهضرش بزاف ويقول لك هذا ماشي سيريو يكون سيريو بصح ما يعجلهمش لانهم كاين دي فومين فرق مذبوحه شفنا بالليل اللي كان يلعب في ليسما ما عيطوش الفريق الوطني كاين فرق فيزي من طرف الناس اللي حسابات ممكن تصفيات حسابات بالليل ما كانش مليح لما كان في اتحاد العاصمه نقطه لا هذا شي فرق منه انا كنت في اتحاد العاصمه كنت في الفريق الوطني وكانوا لاعبين في اتحاد العاصمه ما كانوش يروحوا للفريق الوطني كان فرق فيزي انا نذكر لك في بعض الاسباب فقط كاين لاعبين هذاك ما يهضرش عاقل خلي عليه معليش ما منعيطولوش نورمال بصح انت عشتها عمار جوستومون انا نحكي لك على حوايج ظاهره ولكن في الاخير انا ولما تخرج من البطوله الجزائريه يكون عندك حظ اكثر باش تجي الفريق الوطني شفت الا كان عندك مستوى انا حبيت نطرح لك سؤال فقط في في في, في حياتك انت كلاعب قبل ما نروح لله ربي لك سيدي احمد لانه مشينا في الوقت في 2004 عمر انت لما تلاقيت الى تنقلت الى فرنسا ما كانت عندك حتى اصابه حتى الطبيب الفرنسي واش قال لك انا داك قال لي كون انا السيليكسيونور فرونس ليكيب ناسيونال فرونسيز قال لي دوك نعيط لك باسكو ما عندك حتى بليسير ولما ترجع لهم وتقول لهم بلي ما عندي حتى بليسير تتبان بلي حاجه تافهه وينساوك وبعد لا كوب دافريك عاودوا عيطوا لنا مي سيتي ترو طار كنا ديجا انا كنت ديجا 28 ديجا واش تقول انت سي دي فيريتي ابسولو كاين حاجه واحده اخرى اللي تاني لازم نقولوها سي كو لو سيليكسيونور ما نتكلمش على اليوم باسكو ما نظنش جمال بلماضي يعيطوا له في التليفون يقولوا دو اكس ولا اي سورتو كاين سارتا سيليكسيونور جازو في لي 20 ديرنيير زاني هادوما سارتا ماشي كامل بيان سور يقولوا لهم هذا كي ني با سيليكسيونابل وهو باش يغاردي البوست تاعو باش يبقى على راس العريضه الفنيه تاع الفريق الوطني كيما حبيت تحب مع رئيس الاتحاديه باسكو جينيرالمون رئيس الاتحاديه هو اللي يتدخل في هذه الحوايج يحكي له حكايه المدرب هذا نقولوا اجنبي ولا ما يعرفكش باغ اكزومبل يقولوا سي انتي با بروبليم يفون بيفيتي ما نديوهاش عندنا كيما هو عندنا فهمتني دي فوا مي سي سورتو 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 تجي سوا من دي تي ان سوا من ما كاش شجاعه اللي تقابل بها اللاعبين انه ما نديكش كاين احسن منك ما كاش يقدر يقولها الشجاعه كي تكون كاينه حقيقه تكون معقوله ولكن شجاعه بلا حقيقه ما تكونش بعض الحراس ولا بعض اللاعبين غلطوا في 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 منافسات عالميه وافريقيه كان لازم انهم يريحوا في دكه البدلاء قدر ما يكون بليسين ما قدرناش نقولوا لهم راكوش ملاح صح يلعب الحارس في الفريق قلنا له ما يكون بليسين مالوريزمون ما كاش اون اسيوم با نروح مباشره عند موهبه افريقيا عند سيدي احمد خديس يحكي لنا اليوم على اسماعيل الصار اذا جينجل موهبه افريقيا ثم نعود يلا سيدي احمد عندك ثلاث دقائق ما نظنش حتكون كافيه بصح معليش نختصروا اليوم ساطون بيان كو حنا نهضروا على اسماعيل اسار فيو كو الشيخ عز الدين عجود يتكلم على نقطه مهمه وانت كذلك اللي هي لا فورماسيون وفي الجزائر نعرفوا بلي عندنا مواهب كبيره اللي
هاد المواهب مال اكسبلواتي غادير كو ما نعتنيوش بهم كما لازم. اليوم راح نتكلموا على اسماعيل اسار. اسماعيل اسار لاعب سنغالي لي من مواليد 25 فيفري 98 في عمره 21 سنه فقط. 21 سنه اللي قدر يفرض نفسه في هو زميل بن سبعيني في المنتخب الفرنسي ران. قدر يفرض نفسه هذا الموسم والموسم الماضي في فريق ران كقطعه اساسيه في الفريق اسولمون 19 ans. والحاجه اللي لازم نتكلموا عليها اليوم تيك هذا اللاعب زاد في السنغال وتربى في السنغال وكان ينتمي لواحد الاكاديميه في السنغال اللي هي الاكاديمي واسمها اسمح لي زيد اي جينيراسيون فوت. اي جينيراسيون فوت اللي عندها ان بارتناريا ديريكت مع لو اف سي ماس في فرنسا. اليوم هذا الشيء اللي راهو ناقص في البطوله الوطنيه ولا في الجزائر باسكو كان عندنا حنا دي بارتناريا باري مع دي اكاديمي فرونسيز ولا دي اكاديمي. دوك نقول لكم علاش ما عندناش. داكور تحب تعرف علاش ما عندناش دوك؟ يعني حاب نعرف باسكو رانا نشوفوا هاد الاكاديمي اي جينيراسيون فوت ميم با بارادو بار اكزومبل ما داروش ان بارتناريا جابو ان اكسبير. حنا هاو الاشكال تاعنا حنا جو سي با ايز انفيستيس في لا تريشري في الفوقة في ليكيب سينيور اي في لي جون اون لي لاس. شكون يامن بلا فورماسيون؟ جوستومون انا اليوم هذا هو السؤال المطروح باسكو كان واحد كي تشوف هذا اللاعب شي بدا في 2016 اللاعب هذا بدا في 2009 كمل في 2016 لا فورماسيون تاعو في لا جينيراسيون تاع السنغال. عندهم ان بارتناريا ديريكت مع لو اف سي ماس. لو اف سي ماس واش يديروا كي تكون دورات في السنغال يجيو يسوبرفيزيو دي جوار. هاد الاكاديمي هي اللي خرجت ساديو ماني جوستومون باش نقولوا بلي اكاديميه كي يكون عندها ان بارتناريا سوليد وتكون عندها اون فوي دو روت صحيحه اللي يتمشاو عليه يتمشي عليها الفريق يخرجوا مواهب ويلعبوا. كاين بابو سيسي كاين ساديو ماني هذاك واش يعيطوا له في 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 فرنسا وفي القاره الافريقيه اسماعيل صار يعيطوا له لو ديامون. لو ديامون لو ترونسفير تاعو من مات لان 17 مليون اورو عمر 19 سنه في عمر وي. 17 مليون اورو هو اللي سوليسيتي بار دورتموند على ما اظن اكزاكتلي الفرق الالماني دورتموند اللي باش يخلف عثمان ديمبيلي. دورتموند كان يشوفوا خليفه تاع عثمان ديمبيلي. باش نكمل لك برك هذا اللاعب اللي في اول مباراه تاعو مع اف سي ماس مصطفى دخل على 76 مينوت اف سي ماس خاسر 2-1 ربحوا 3-2 الى ماركي ان بوت وجاب جاب بيناتي اللي ماركاه ميفلوت اردينغ التركي. راك عجبني في ربي كاد اخويا العزيز راك اسمع كمل ميفلوت اردينغ التركي اللي كان يلعب بي اس جي. نسيو قبل ما نختم قبل ما نروحوا للصور تاع مصطفى وائل ماذا بيا نشوفوا ربي ليك تاعنا يعطيك الصحه سيدي احسن من الجنجل اي سي سي لابخي وقال له مصطفى ولا مصطفى يلفو تو بري ريبوندي لك ولكن حنا ملزمين فقط بالوقت حتى ريبوندي له في الجزء الثاني على كل حال باش نضحكوا شويه. اليوم جبنا اي سي سي لافريك فرونشمون هنا اليوم صح سي لافريك سي لا جيت نشوف صور هذا المراسل الرائع ورائع جدا اللي كان يعيط لوليد خالته على حسب شوفه من المدرجات يلا نبدا بالمونتاج شوف عليك الناس بالشوف تحية كبيرة لهاد المناصرة أبو داوية بن خالتي يسلم عليك الناس بالشوف. أنا عباك واش يعجبني أفريكان سي تيبيك مونجيغ عباك واش يعجبني أنا في هادي تاع سي سي لافريك ماشي يا أبو داوي يا أبو جاوي تاع الصحراء تاع الشرق لا تاع فرونشمون سي تيبيك وليد خالته هذاك هو مصطفى بسرعة عندك مجموعة من الصور حتكلموا عليها اليوم على اللي هو طبعا لوتيانو فاسالو فاسالو لوتيانو لوتيانو فاسالو ماشي الكابو ديال كابي هذا لا لا ني سالفاتوري لوكانيا هذا لا شي طوطو رينا نو دوتو مال البوليس تاع باليرم هذا لاعب هذا طالياني سي ان ايطاليان كي غاني لا كوب دافريك مع الاثيوبي هو اللي ني اون ايريتري دان بار ايطاليان دون مار ايريتريان فاز بكاس افريقيا في كانت ايريتري تابعه كي تابعه لايتي انيكسي ايه تابعه لايتي انيكسي لا تابعه حاجه انيكسي حاجه واحده اخرى بوليتيكمون بارلون هنا هاوليك نشوفوا لومبيرور تاع الاثيوبي هايلي سيلاسي يعطي له لا كوب لا كوب
نو واش يلزمنا نعرفوا في هذا اللاعب هذا كوم يلي دون مار اريتريان يلا سوفر يعني تعذب بزاف في حياته خاصه كي كان حتى كي ولا لعاب ويلعب في الفريق الوطني باسكو كاين مشكل كبير سياسي بين اريتريا واثيوبيا يعني الحمد لله يعني اليوم المشكل انحل وفي نهار توفى هذا هايلي سيلاسي وكان حبس لاكارير تاعو كان يخدم في اثيوبيا جا نوتر بريزيدون وقع له مشكل كبير هو باسكو إلي دوريجين إريتريان وقع لهم مشكل كبير ما ندخلوش في التريك هذا هرب أبي من على رجليه يمشي من أديس أبيبا حتى الجيبوتي وين يلحق كوم يعني كان مناصرين كانوا يحبوه كي كان يلعب مناصرين يحبوه كان يلعب باسكو كان لعب كبير كما اليوم من خونا عمر سيد عمر وين يلحق يعني يخبيوه ويبيتوه حتى الحق الجيبوتي من جيبوتي من التملي عاود دخل هذه في سنه 1974 ما يخلعناش احنا عندنا نكاز مشى ابي قاعد زاير نكاز مشى ابي قاعد زاير تتقف خويا تتقف مصطفى وائل ميرسي بوكو مصطفى على هذه المعلومات تتق حصه عالميه اريتريا دوله عربيه ولا Enfin, non, ils sont pas de confession. Mais je suis quand même de confession musulmane. L'arabie. Ah, صح. عربية. صح. مصطفى على هذه المعلومات حبيت فقط قبل ما نروح الإشهار نتكلم على مباراة اللي كانت مباراة الأولى بين موريتانيا وأنغولا. دائما تاع المجموعة الثالثة. صح أنا حبيت نقوله على اسمه. نقوله في الدوزيام بارتي. الثاني نقوله له. جروب أو. جروب أو. المجموعة الرابعة عفوا كان المنتخب التونسي تعادل البارح هدف في كل شبكة ضد مالي اليوم موريتاني ضد أنغولا 0-0 المنتخب التونسي في المركز الثاني بنقطتين بون مالي 4 بوان منتخب تونس نقطتين أنغولا نقطتين وموريتانيا نقطة اشتد صراع في للتأهل في هذه المجموعة سي لو سول جروب اللي يقدروا كامل يزيسبيري يتكاليفيو صح و سي لي دو برومي 0-0 في يقدروا كامل يتيليمينا وهذوما المباراتين تاع اللي خلصوا ب 0-0 منذ بداية ما كامرون صدر الجروب اف هاد لي دو ماتش لي دو ماتش 0-0 لي دو برومي 0-0 في التورنو غيني كامرون غانا على كل حال عمر مباراة هذه تاع اول جول تاع تونس صاب صاحبو ها جوستومون المنتخب التونسي اللي تبقى حظوظه من اجل التأهل ولكن المستوى كان ضعيف نوعا المستوى كان ضعيف شفنا موريتانيا في اللقاء الاول ضد مالي وقلنا بلي فريق ماهوش في المستوى اليوم بالك اظهرتني بالك شويه تحسن على المقابله الاولى لكن تجور راست فريق نظن ماهوش راح يقابل بالقوه هذيك فريق التونسي في اللقاء الاخير نظن بلي فريق التونسي يقدر يربح ويتاهل يقدر يتأهل في المرتبة الأولى بخمس نقاط فرحوا بزاف موريتانيا بالنقطة هذه اللي هي أول نقطة في تاريخ الكرة القدم موريتانيا في كأس إفريقيا كأس إفريقيا أزدين منتخب تونسي اللي أنا كنت أهله نظرا لمباراة الودية اللي جلاها بمستوى عالي وعالي جدا مع كرواتيا اكزاكتومون اليوم في إفريقيا ساكوانس ساكوانس مي اونيك في الديبي كما قال عمار بوتيت البروشان ماتش يربح ولي 5 بوان Mais dans l'ensemble, même moi, il a un bon groupe. C'est vrai, il n'a pas démontré un grand visage, mais en tant que leader, il gère très bien. Cheikh, la nature de la journée, le résultat d'Angola aujourd'hui, ça aide le montage tunisien bzaf. كربحت أنغولا اليوم كان خلق مشاكل بزاف في الماموريه كان تحت صعب الماموريه كوما انا نحبك شيخ كوما انا نحبك ونموت عليك نسمعوا شيخ واحد الله يرحمه ممكن تسمع كاين واحد اخر تسمعوا ريبوندي له في دقيقه ماكسيموم هو يقول علاش ما كاش بارتناريا بين اللي زيكيب الجيريان ماشي لي زيكيب الجيريان لي زاكاديمي اكسيتيرا ما كانش انا نبداك من الاخر كيما يقولوا هادي علموها لك ولادك مصطفى ما تقدرش وحسن بريوا 40 ثانيه لو كان ما وقعش فيه تغيير على راس المنتخب على الفيدراليه لو كان ما وقعش كون ما طلعش زيد شي بريزيدون لو كان اليوم عطال ما راهوش في لا سيليكسيون فهمت ولا ما فهمتش فهمتك لو كان عطال ما راهوش اليوم في لا سيليكسيون مخرج نزيد له دقيقه انا اخويا نو سيريوزمون كان عطال ما راهوش في لا سيليكسيون هذه واحد ما يقدر ينحيها لي من راسي باسكو سي اون فيريتي ابسولو جامي شفت انا بريزيدون دو فيدراسيون هو اللي يروح ينيغوسي مع لي جوار
لو كان كاين اون اكاديمي كون كاين اون اكاديمي كون كاين بوكو داكاديمي ولا فيديراسيون ا توفي باش هذوك لي اكاديمي يكونوا عندهم دي زاتاش ولا دي بارتناريا مع دي كلوب فرونسي ولا اوروبي. والبريزيدون تاع لا فيديراسيون كيفاش يخدم على روحه؟ شفت كيفاش؟ دونك انا حبيت نقول بلي وكان كاين دي بارتناريا اليوم كنشوفوا 10,000 نعطال في ليكيب ناسيونال ماشي واحد ماشي زوج. سي كومبرون بيان لو كان ما كانش تي بريزيدون لو كان ما كانش بارادو اليوم انا ماشي ما كانش بارادو لو كان ما كانش لو كان ما كانش لو كان ما وقعش لو كان ما وقعش تغيير على راس الفيدراليه الجزائريه لكره القدم لو كان اليوم عطال ما راهوش في لا سيليكسيون كنا نشوف كنا راح لبلجيكا راح لفرنسا وصلنا لنهايه الجزء الاول راح نشوف فاصل راح نشوف فاصل اعلاني وبعدها حنولي بعد ما نتكلم على مباراه كاميرون وغانا وغينيا ضد بينين ضد غينيا بيسا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد ما تكلمنا على مجموعة الرابعة التي انتهت في المباراة الثانية طبعا بين موريتانيا وأنغولا بصفر مقابل صفر. مجموعة الأخيرة جوستومون عمرهم كوري فور خزولين على زيرو زيرو كاميرون غانا صفر مقابل صفر ولكن مباراة جميلة كاميرون غانا مقابلة نظن بلي ممتازة خصوصا الأهداف فقط خصوصا الأهداف فقط بصح زوج مقابلات الآخرين نظن بلي خاصة موريتانيا أنغولا نظن بلي مقابلة للنسيان يعني ما تعكسش ممكن مستوى لاكان من بدايتها كاين مقابلات ما يعكسوش مستوى لاكان خاصة الفوج تاع غانا والكاميرون نظن بلي أمور صعبت أكثر على على غانا كاميرون نظن بلي 4 نقاط مقابل الاخرى ممكن تعادل ولا فوز راح يخليه يروح في المرتبه الاولى ولكن بينين وغينيا بيساو نظن بلي الامور ثاني مازال ما حسمتش الدقيقه الاخيره. انا نشوفها مباراه ما بينكش يقولوا ديزفون بالعربيه مصطفى مخيبه اكزاكتومون مباراه مخيبه. انا خلوني انا نجاوب علاش ولا بالعالي سقيت بالطاقة ليش بالعربية أنا هنا مباراة مخيفة نظرا لما كنا ننتظره منه بغي فوبا نساو بلي هاد الفرق كسوا غانا ولا الكاميرون غانا وقال عندهم 4 كؤوس إفريقية الكاميرون 5 على ما أظن دونك الناس كانت تسنى في مباراة مثيرة ومباراة كاين لاعبين كبار لاعبين عالميين في هاد المباراة ولكن في الأخير مباراة مخيبة مستوى مش ما نقولوش ضعيف متوسط غانا اللي يضيعوا الفوز اكزاكتومون راطاو دو زوكازيون نت دو سكوري ولكن ظل لحد الان لي دو ميور ماتش تاع التورنوا سيتي كوت ديفوار المغرب والجزائر السنغال هادو هما لي دو ماتش اللي شرفوا نوعا ما مستوى الكره الافريقيه. الشيخ عزدين الجودي كان اضعف 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 جوله 0 هدف المجموعه هذه سادسه جروب اف كاميرون باربع نقاط بينين بنقطتين غانا بنقطتين وغينيا بيساو بنقطه واحده. فوز صعب فوز صعب نقول اذا كان سيد احمد قال لك البارح موريتانيا مقابله موريتانيا ثلاثه كانت ممله فهمت صح. حتى المقابله الاخيره هذه صراحه يعني تعكس واحد المستوى بينين وغينيا اظن بالك غينيا بيساو استوائيه لا 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 غينيا بيساو غينيا بيساو كان عندي فرصه مشيت لها مع شبيبه القبائل في 2007 هنا كيما الهوندبال اعطاه 2 مينوت ما فهمتش فوالا تفضل دونك قلت لك 2007 وي غينيا بيساو سيتي ان بي كومام ضعيف بي لي بلو بوفر او موند اليوم شفنا يعني مقابله تاع غينيا انا شفتهم سي لا بومييير فوا البومي ماتش ما شفتوش نظن بلي سي مالوريزمون يعني ضعاف و هذا ياسي عز الدين هذا هذه نتيجة السياسة والاستراتيجية الجديدة تاع
تاع الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. لو كان كاين غير 16 فريق ما تشوف لا البوروندي لا موريتانيا لا غينيا بيساو ولا يديك ولا يجيبك. لا كينيا. انا ما كينيا لا وي ميم كينيا سي انا ما هذه الفكره على كل حال تاع 24 انا ماذا بيا نعطي فرصه لاكبر عدد ممكن من المنتخبات ولا نعطي فرصه بصح لازم تتحمل تشوف مات كيما موريتانيا مقبله. ما شكيت. لا لا ما شكيت. ما شكيت. المحللين. عمر راه شاف كوب دي مون تاع نساء عاود ولا بعد راه شاف كوب دي مون كوب ديروب تاع كوب ديروب. موان دو 21. موان 21 وبعد راه شاف كوب امريكا والماتش تاع الاخر. وين بلودون تاع العام اللي فات. وين بلودون شفتها. شفتها وعاود. ايه دونك هذا هو ستادير سي نورمال كيكون مستوى يحبط المستوى. مستوى يحبط. كيما قال لا دينيغ فوا كان معنا هنا يزيد وهيب سي اون اتيري فير لو با اون اتيري فوتبول افريكان فير لو با باسكو ما عندناش يفو دير لا فيريتي كاين ربما 16 18 ولا 19 فريق ولا من البلد اللي عندهم ربما مستوى مقبول صح خلينا من هذوك 5 اللي عندهم مستوى كبير كيما الجزائر كيما غينيا كيما بليتو غانا مصر اكسيترا مي كاين بزاف اللي عندهم نيفو ضعيف تشوف كيني راه كيني بيساو مقبله مع اي كومبري اوسي شوف ميم تشوف غانا في الخمس نسخ ولا ست نسخ وصل الدومي فينال تشوف كامرون الفائز بالنسخه اللي فاتت تشوف مقابله متوسطه نظن بلي صح ان شاء الله حنكونوا على موعد مع مباريات مهمه اوغندا ضد مصر زيمبابوي ضد الكونغو هذه في المجموعه الاولى بدايه من الساعه 8 ليلا المجموعه الثانيه بوروندي ضد غينيا مدغشقر ضد نيجيريا بدايه من الساعه 5 مساء طبعا في الجروب بي دونك اربع مباريات ان شاء الله عمر يساكومونس اكسيليري دونك نبداو نشوفوا المباريات كثيره بون يلعبوا في وقت واحد من اجل تفادي الحسابات طبعا واحد ا بارتير دو اربعاء والخميس حيبقى حنبداو لي بوز اكزاكتوم دونك لي مقابله كما قلت انت راح تلعب في نفس الوقت راح نعرفوا ممكن الغدوه متاهلين قبل لا بوز نعرفوا مع من نطيحوا نقدروا الفريق الجزائري يعرف مع اون فاس ليه شكون يدرسوا مليح وعندنا الوقت باش ندرسوه لذلك نضم لي ان شاء الله الحضور تاعنا فوتنا في المرتبه الاولى ننطيحوا مع التروازيام ان شاء الله ننطيحوا مع فريق منافس لي نقدروا نفوتوه ونقدروا نفوتوا اي منافس لحد الان لانه اللي يفوز على السنغال اللي راه الاول في لافريك نظن اللي يقدر يفوز على اي فريق صح سيد احمد دكتور نظن اليوم نشوفوا بالك غدوه ابارتير دو دوما سبرينت فينال تاع الفرق باش تتاهل وكاين اللي حتغادر المنافسه كما قال لك عمار ان شاء الله نتمنوا الجزائر يكون ونقول حنا ديجا اوني الابري اوني كاليفي دونك نشوفوا المنافس اللي راح نقابلوه باش يكون عندنا الوقت او موان نقدروا نحضروا المباراه هذه جيدا خاصه اننا راح نتفاداو الفرق الكبيره في الدور الثمن النهائي حاجه مليحه دونك ابارتير دو دوما بورسونتاج صغير بوزيت لوكاما اذا كان تعكل تري بوتي بورسونتاج باسكو ما شكيتش تعطل غانا في اخر مباراه ما نظنش كلشي ممكن في افريقيا وكلشي ممكن في كره القدم 10 ايام مهم جدا ان يكون عندك بريباراتور فيزيك شيخ اسكو بعد مغادره المحضر البدني في قطر اسكو اليوم اون ريغريت با سو ديبار اسكو نيمبورت كان ان جوا ولا enfin oui mais نظن actuellement le sélectionneur national a désigné Ousmo le kiné c'est lui qui est chargé de préparer des joueurs sur le plan physique c'est vrai l'idéal aurait été qu'il qu'on un préparateur physique un spécialiste en préparation physique bon là maintenant il faut faire avec parce que la gestion physique aujourd'hui elle passe par l'individualisation de l'entraînement plus huwa yani préparateur hada il va gérer l'échauffement pratiquement yani si on peut dire l'échauffement la partie principale tu as l'échauffement tu as bien 20 minutes حتى 40 minutes هذيك spécial échauffement c'est peut-être l'adjoint et Jamal Belmadi qui peuvent gérer absolument bien sûr de gérer ممكن في هذو 3 ايام قبل مقابله تاع تنزانيا ممكن بالك لي زونطريمون يكونوا على كارت بعد لا تنزاني ممكن تكون شويه امور جديه سبيسيفيك وتكون هلا ثاني نحيو لا جيسكا باش سيد احمد فات لا جيسكا غيو نحيوه اللي تي اوسي ما نافي با بريباراتور واحد الوقت ابسونس ولا تلقى غيو يبالي لابسونس تاع البريباراتور
كاين كاين واحد في لي كيني كاين سكون ابل لا غيابيليتاسيون لونترينمون الاسترجاع باش واحد المالان بلوس دخلوا في لا بريباراسيون فيزيك كاين دي كيني اللي عندهم دي ديبلوم دو بريباراتور فيزيك منهم الموجود في الطاقم منهم جيو هضرنا عليه على بالي جيو بدا هذا الشغل قبل ما يدير الدبلوم قال لك هضر عليه شغل ماكش معنا نو جوستومون حبيت نقولوا هو قال جيو يسوكيب لا بريباراسيون فيزيك بيان كو سي ان كيني مي جيو عنده ديبلوم تاع بريباراتور فيزيك نو مي ان بارامتر اوسي امبورطون اللي ما لازمش نساوه كاين حاجه مهمه انه هذا العام طبعا هذه كاس افريقيا راهي تلعب في نهايه موسم صح راهيش تلعب اكزاكتومون صح 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 كل عام توفيق للمنتخب الوطني سي تري امبورطون عمر نختمو تفكرت نهار نهار متلف طلعك له باوليطا في بي اس جي واش قالوا بشرقي واش قالوا ربيع بشرقي كي بدا يطرف بدا يطلع مع الاربيط قالوا جالي واش قالوا بشرقي قالوا نو طلعك له باوليطا تاع دا شحال ربحنا شحال ربحنا كان معنا استيه على بالي شحال ربحتوا بحنا 3-1 خلا كانوا كان اليزوفيتش كان علي لونزي علي لونزي حليلو حليلو كانوا سبع لاعبين في الأ تاع بياجي وغوليال جو بونس باوليتا علاش درت هكذا بياجي علاش شريت السيد عليا زعما بياجي قدمكم بياجي الشيخ يعطيك الصحة بارك الله فيك على حضورك اليوم معنا شرفنا سعداء جدا متواجدك معنا كنكون مرة لك توفيق الله يخليك مصطفى ملنا و ولي جوار سيد حمد وعمار من هي tu as un bon trio الحمد لله الحمد لله لا بون تريو اوي اوي سي سكي في لو شارم تاع قاده انا غالبين بصح مصطفى منا شيخ كنا ما خدمناش شيخ يعطيك الصحه ماو دير لي جيم بيان ما ريجي ايفيتيمون وي بيان سور نو مي هما يضلوا يونترينيو انا ما نونترينيش اصلا تقولوا لي نونتريني نفرجك تواصل مع فريق عين المليله والله لحد الساعه مازال لحد حتى حاجه ولا شيء رسمي كاين اتصالات على غوش على الوات اون سو روبوز كيما قلت لك تركيا خصوك لي زادجوان ولا انا هنا كنت نقول خصوك لي جوار لي زادجوان هنا خلاص يعطيك صحة يا شيخ لا يفرون سيد احمد كان كابيتان كان عندي كابيتان عطيته له يستاهل صح ماما انا وكابيتان عمار جمال عمار عمار الزين عمار الزين عمار الزين غدوة ان شاء الله الروبريك تاعك تقول لك كيفاش حيدخل المنتخب الوطني في المباراة الأخيرة طب هكذا شيخ ان شاء الله وجدوا هذا بارك الله فيك شيخ يعطيك الصحه انكور فور ميرسي بوكو مصطفى ميرسي بوكو الله يسلمك يعطيك الصحه ان شاء الله يكون معنا شيخ ان شاء الله غدا ان شاء الله يكون معنا صالح بي عبود يدك تبر ان شاء الله ان شاء الله مرحبا به ان شاء الله عمور يعطيك الصحه يسلمك يعطيك الصحه وشرفنا بحضور عزيزنا يعطيك الصحه شيخ بارك الله فيك سيدي احمد ميرسي بوكو الله يسلمك يا زيد وشكرا للمشاهدين اللي تابعونا هذه السهره قول لهم نتلاقاو غدا ان شاء الله خاصه اللي يحبوا البي اس جي خاصه اللي يحبوا النصر حسين داعي هاي شفت كيفاش داخل وعندك عندي ديكاس من البعيد قلت لهم قبل وي قريب نسيت قلت لي بعيد بسرعه بعيد بعيد صادق وصابرينا يشوفونا من تكساس ومحمد لا 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 من تكساس من ليطا دو تكساس كاين محمد ضحاك و نحيوهم وطيب وكمال اللي يشوفونا من سان فرانسيسكو نحيو الله اكبر نحيوهم نقول لهم قولوا في قناه الجزائريه وانا نحيي سي فاكس السكريبت تاعنا نحيي بزاف 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 لانه يتعب معايا مسكين الله ربي ربي يعاونو يعطيك الصحه نحيي المخرج علي شيح الصوت رابح يوصي لي كاميرامون تاعنا كل واحد باسمه أعطوني الأسماوات إلى نسيت طبعا وكل تكريم فوزي وأيوب البيض نشكركم يعطيكم الصحة نلتقي غدا إن شاء الله في نفس الزمان وفي نفس المكان ابقوا في القناة الجزائرية سلام